قالت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية إن إيران قد تستهدف سفنا تجارية أمريكية بما يشمل ناقلات نفط أثناء إبحارها عبر الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط في إطار التهديدات التي تمثلها طهران لمصالح الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن احتمالات اتخاذ إيران أو وكلائها في المنطقة إجراءات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها تزايدت منذ بداية مايو الجاري. وحثت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية السفن التي ترفع العلم الأمريكي على التواصل مع الأسطول الخامس المتمركز في البحرين والذي يتولى حماية السفن التجارية في المنطقة قبل يومين على الأقل من الإبحار عبر مضيق هرمز.